حيث التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوضة الزراعية بالاتحاد الأفريقي، وبحث معها خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث رحب قصير بوجود ساكو في يوم الزراعة والغذاء وإلقائها كلمة بالجلسة الوزارية من مالابو إلى شرم الشيخ ممثلة عن الاتحاد الأفريقي. وخلال اللقاء وزير الزراعة أشار إلى أن الدولة المصرية لا تتوانى في تقديم كل الدعم للأشقاء من دول القارة الأفريقية، وأكد على عمق العلاقات المصرية الأفريقية التاريخية. ومن جانبها أعربت ساكو عن امتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وخاصة يوم التكيف والزراعة، وتوجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على تنظيمها الرائع لهذا المؤتمر الكبير وأنه يمثل نقلة كبيرة لأفريقيا، كما أكدت على إمكانية العمل سويا خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي الأفريقي. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على أهمية عقد عدد من اللقاءات لهيئة مكتب اللجنة الفنية سالفة الذكر، سواء كان حضوريا أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس بنهاية الشهر الجاري وبعد الانتهاء من فعاليات مؤتمر المناخ، وذلك لوضع خطة وآلية عمل للجنة الفنية الزراعية المتخصصة.